أنا بيتر سمعان. صحيح إطلالات الإعلامية كتير قليلة، بس وقتها بطلبي حلقة بتكون دسمة. والليلة بتحدى المجهول إنه شاركني دسامة هيدي الحلقة من خلال أسئلته، وبوعده إنه لكل سؤال رح يكون في عندي جواب بوجه. بعد غياب طويل عبر صوت بيروت انترناشونال والال بي سي اي بيرجع بيطل علينا النجم بيتر سمعان. اهلا وسهلا فيك، تفضل. فيكم معك صريح كثير؟ اكيد كثير كثير. قد ما بدي؟ قد ما بدك. صراحة قبل ما دق لك واحكي معك وادعيك على البرنامج للحظة هيك قاعد مع فريق العمل قلنا بيتر سمعان، قالوا يمكن اعتزل بطل عم يمثل. لا مش مزبوط مش مزبوط مش مزبوط. وين الغيبة؟ بصراحة هالغيبة كان أخذ مني سنة وشهرين، كنت عم بكتب مسلسل وكنا بدنا نبلش نحطه على عجلة التصوير يعني والإنتاج، وإجت أحداث البلد وكل شيء وقف كل شيء. يعني منك مبعد؟ مني مبعد، لا. وصورت فيلم بأبو ظبي. عم بحكي عن الإنتاج المحلي، شو قد بأبو ظبي؟ ما هو الإنتاج المحلي عم بعاني. يعني بدك تعمل بس في إنتاج؟ أكيد أكيد. في شركتين هن كتير مهمين اللي هن عم يعملوا انتاجات رائعه يعني وبتنافس المستويات. وانت مبعد عنهم كل عن شركتين اللي كتير مهمين وعن باقي الشركات اللي كمان كتير مهمين. هلا الباقي الشركات انا بعدت عنهم، هلا رح اعرف، رح احكي بالتفاصيل كلها بهذه الحلقه. بعد غياب رح تحكي كل شيء اليوم؟ رح طج اليوم. رح طج؟ ايه. اهلا وسهلا، شو رايك بالمجهول؟ تعرفت عليه؟ شفته؟ شفته من بعيد. هلا بده يحاول يستفزني، بس انا المشكله انه محضر حالي للاستفزاز. يعني محضر لك كل الاسئله، محضر لك كل الاسئله. طيب اذا المجهول شخص مقنع بيحكي الامور اللي يمكن انا ما في احكيها، مشان هيك انا ما بتبنى رايه وما بتبنى كلامه. اوكي. لو اليوم جبت لك ماسك، شو بتساله مين؟ يعني لو اليوم اعطيتك ماسك قلت لك فوت بيتر سمعان بهيدا الماسك تخبى، لمين مع مين بتحكي ديريكت؟ بحكي اول شيء مع رئيس الجمهوريه. شو بتقول له؟ مع الماسك؟ مع الماسك؟ لا رح اقول له اياها من دون ماسك. رح اقول له شو هالغلطه اللي غلطتها وكبيت تاريخك النضالي بال 89 90 وجيت اليوم ركبت على كرسي على كرسي رئاسه الجمهوريه ونسفت كل تاريخ الماضي اللي عملته. بس شو كان بدك بهيدي الشغل؟ بس الرئيس اليوم منه مسؤول عن اللي نحن وصلنا، منه هو الوحيد المسؤول عن اللي نحن وصلنا بس له. هو كان شخص بيمثل النضال. ليش ضرب صورته؟ ليه ضرب هيدا العهد القديم اللي نحن شفناه فيه اللي فكرنا انه رح يكون تغيير للبنان؟ شو كان بده بهالشغله كلها سوا؟ كرمال جبران؟ كرمال يدعم جبران؟ هل تاريخه بيستحق؟ يمكن خوفا على البلد؟ مش يمكن خوفا على البلد، بقول انا بسلم البلد لحدا موثوق منه. مين الموثوق؟ جبران. جبران موثوق فيه؟ شرى نص البترون، ثلاث ارباع البترون؟ ما في، هيدا حكي وهمية. هيدا حكي يعني شارع، يعني هيك بقوله، بس انه عندك اثبات انه اشترى ثلاث ارباع البترون؟ في ناس عندهم اثباتات كثير. بس انا كمسيحي ما بيمثلني جبران. ما بمثلك؟ لا، لانه طروحاته كلها سوا كانت عم بيخض البلد بكل طرح عم بيعمله. وليك الستاتستكس يعني اكثر شيء وهو اثبات واضح، اليوم هو متراجع كثير كرمال هيك خايف. طيب كونك ممثل لبناني ونجم، ولا مره طلبت من القصر الجمهوري او مكتب الرئاسه انه بدي اطلع زور الرئيس واساله واقول له واطلب منه؟ لا، لانه بالنسبة إلي من وقتها ما رجع ميشيل عون من فرنسا وبالأخص وقتها استلم رئاسة الجمهورية بطلت شوف فيه ميشيل عون اللي كنت شوفه فيه بال 89. شو تغير؟ كل شيء تغير. بيع مبادئه هو، بيع آرائه، بيع جرأته، يمكن ظروف عكسته، بس إنه هو بقى
هو بقي بس انه مجرد انه سلم ورقه تفاهم مع حزب الله وعطى الغطاء المسيحي، ليك نحن شو عم نعاني اليوم. هاي هو ورقه التفاهم نحن عم نعاني من وراها اليوم؟ هو انت اليوم تحت الحكم الايراني. والحكم الايراني مين وصلك عليه؟ هيدا حكي قوات لبنانيه، انت منتمي؟ لا انا ما لا بنتمي لا قوات لبنانيه، انا ما بنتمي ولا لاي حزب. بس انت اليوم ليه عم بيصير فيك؟ خلينا نكون صريحين، انت كنت محزب، يعني انت كنت مع التيار الوطني الحر. انا كنت قلبا وقالبا، انا كنت كثير مع ميشيل عون قلبا وقالبا اكيد. بس وقتها تغير ميشيل عون وبطل ميشيل عون، انا بطلت معه. كرمال هيك كتبت له على تويتر مره يمكن من شي سنه، قلت له سيد الرئيس اذا بدك نحن نرجع مثل ما نحن مثل ما كنا نحن، رجع انت مثل ما انت كنت. اوف، طيب ليش كل بعد يعني بعد اليوم تيار الوطني الحر عنده قاعده جماهيريه سوبر كبيره، تيار قوي والرئيس عنده قاعده كبيره وجبران باسيل عنده قاعده كبيره، ليه جمهور تيار ما شاف بعين بيتر سمعان بعين غسان سركيس وبعين كل اللي انشقوا عن تيار الوطني الحر؟ بدي لك شغله شوي، جماعه التيار بيكون في عندهم برين ووش لدماغهم، ما بعرف ليه ما فيك تناقش ولا حدا بالطيار الا ما بيطلع عليك بالعالي وبحاول يصرخ وما بيسمعك. تعالوا يا جماعه خلونا نتناقش، في عندهم شيء غريبه، في حاله طياريه بسيليه رهيبه. ما بسيليه او عونيه؟ ما هلا اللي عم بيتحكم بالطيار هو رئيس الطيار جبران باسيل. سو يعني رح حيد رئيس يعني هلا الجمهورية. انت اليوم عم بتلوم أمين عام حزب الله جبران باسيل والرئيس عون، عم تحملهم مسؤولية كل شيء عم نعيشه اليوم بلبنان؟ أكيد هن لحالهم. لا هلا الكل في مشاركين، بس كل واحد مشارك بنسبة معينة. بس اليوم مين ماسك البلد؟ اليوم حزب الله اللي بيقرر شو عم بيصير بالبلد. مين عطى التفاهم لحزب الله؟ رئيس الجمهورية. حزب الله لمين منتمي؟ للمحور الممانعة والإيراني. معلش سوري، بس عطال بس عملوا وقت التفاهم بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، كنت أنت من أكبر المهللين والمناشدين والمبشرين بهذا الوقت التفاهم. لا أنا ما حكيت شيء عن هذا الشيء. لا ما تقول لي ما حكيت شيء. لا ما حكيت شيء. لا لا لا. بلا. بدي لك شغلة، حتى إذا كنت أنا مهلل ما كنت عارف إنه ورقة التفاهم رح يصير فيه ورقة خنوع للجهة المسيحية هالقد. بس هن هدفهم كان الحفاظ على المسيحيين. هذا الهدف. النتيجه شو؟ حمايه المسيحيين. النتيجه شو؟ شو النتيجه؟ انه كل الدول العربيه حصرتنا، كل الدول الاوروبيه حصرتنا، الامريكيه حصرتنا، ونحن قاعدين بقلب بقعه ما عم نعرف نتصرف. نحن عم ندفع ثمن وجود حزب الله بيناتنا بالسياسه وبالوطن. نحن عم ندفع الطريق اللي ماشي فيه حزب الله، اللي هو ولاية الفقيه، شئنا أم أبينا. اليوم عم تقول لي إنه كأنه الحزب ولائه الكامل لبرات لبنان. يعني ما هو رجع يعني لك خطابات. يعني ما عم تقول لي إنه الحزب إنه لا أنا عم بسترجع عم بقول لك إياها مثل ما هي، رجع لك خطابات السيد حسن نصر الله بيقول لك إنه نحن جزء من ولاية الفقيه ولا نتجزأ من هذه الولاية اللي هي ما بتمثلني ولا بأي ولا بأي وجه. نحن لبنان الانفتاح، لبنان السياحة، لبنان الثقافة، لبنان اللي بينتمي لذو وجه عربي بس عنده انفتاح على كل الدول. ليه أنا بدي 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 سير بدي حجم حالي بولاية ما بتشبهني؟ ليه أنا بدي سير أشبه إيران؟ طلع بكاميرتك لو سمحت، وجه له رسالة مباشرة لحسن نصر الله أمين عام حزب الله. بقول له صار الوقت إنك تراجع كل حساباتك وترجع للحضن اللبناني إذا بدك يضل لبنان بالوجه اللي نحن منعرف فيه، أما إذا بدك تحوله للجهة اللي أنت بدك تحولها بتصور لبنان رايح للزوال. استعملت البادي لانجويج تبع السيد. أما إذا رفعت إصبعك ليه؟ لانه هو بانظرنا دائما هيك. وانت عم تنظره بشو؟ نحن انا عم بانظره عم بقول له انه نحن انا كمسيحي اليوم لازم نروح على الفيدراليه لانه نحن مجتمع طائفي وشعب طائفي. يعني عم تقول بدنا نتقسم؟ يعني نتقسم نحط المسيحيه مع بعض، الاسلام مع بعض، الشيعه مع بعض، السنه مع بعض. خلينا نكون لازم نكون جريئين ونحكي بالاشياء مثل ما هي. صيغه لبنان ال 43 خلصت.
حبيبي وقلبي وهيدا الطائفية، إذا بتشوف الجيل الجديد الطائفية ضاربة نابا أكثر بكثير من أهالينا. ليش عندنا بيتر؟ طلع على دبي هلا اليوم بتشوف كل الطوائف مع كل الجنسيات مع كل الدنيا عايشين تحت سقف واحد، نظام واحد وقانون واحد. بتعرف ليه؟ ليه؟ لأنه الحاكمين البلد عملوا بلد، نحن حاكمين بلدنا سرقوا البلد. هيدا كل الفرق. حكام الإمارات دفعوا من دم قلبهم، دفعوا عمرهم، دفعوا شبابهم، تأسسوا ستركتور لدولة. نحن قرطوا كل شيء تينصفوا الدولة. طيب مسيحياً، طالما عم تحكي بمبدأ الطائفة، مين بمسحك بالمسيحية وقادر يحمي بالنسبة لك قادر يحمي المسيحية؟ لك بصراحة طرح القوات، أنا اللي بيعجبني بالقوات اللبنانية شغلة واحدة بس، أنه سمير جعجع من أول ما طلع من الحبس ما غير مبادئه، ضل ماشي على نفس المبدأ. هيدي بلاقيها شابو. اللي هو المبدأ شو؟ اللي هو حفاظ على لبنان، على هوية لبنان، على التعددية، وما حدا يضغى على حدا، وما حدا ينفذ أي سياسة خارجية ما بتشبه لبنان. كمان بيشبهني كتير طروحات سامي الجميل اللي بتحكي عن حضارة لبنان وعن استقلالية لبنان وحصر السلاح بيد الدولة وما يكون في أي ميليشيا هي عم تتحكم بالعالم من وراء سطوة السلاح. أكيد هدول طروحات بتمثلني أنا كمسيحي وكشاب مسيحي رفض أنه يترك لبنان ويهاجر. طيب هيدي النقلة، إذا بدك نقل البارود من الشمال لليمين، يعني من التيار الوطني الحر للقوات اللبنانية أو الكتائب اللي هن 14 و8 مثل ما كانوا قبل، هيدي شو مسميها؟ بنسميها بايبولاريتي او تغير قناعات؟ ابدا ماني بايبولر، بالعكس. انت اليوم رودولف، اليوم انت رح تروح تعمل برنامج وتغير هيدي الايمج اللي انت فيها، اذا انت بطلت تشبهني ما رح اطلع معك بالبرنامج. اليوم انا ما نقلت الباروده لانه كل الطرح اللي كان محطوط بالاساس، خي رئيس الجمهورية وقت راح على أمريكا وطالب بفل القوات السورية من لبنان وياخد لبنان استقلاليته وحصر السلاح بيد القوى الشرعية العسكرية، وقت اجى على لبنان ما نفذها هيدا الشيء. يعني أنا بحق لي أنقل البارودة تقدر أحمي حالي. هي بس خوف على ذاتك، يعني على النفس، خوف على وجودك. انت اليوم كيف بدك تروح على انتخابات نيابيه طالما في عندك جهه مسلحه؟ وكل ما دق معركه عين الرمانة والطيونه، شو نزل السيد وقال؟ نحن عندنا 100,000 مسلح. أوكي. شو يعني؟ شو عم بيقول لي؟ عنده 100,000 مسلح، يعني عم بيقول لي اوعى تجرب تتحرك يا مسيحي. مين بدون ما يعمل لك؟ انا بجتاحك ب 24 ساعه. طبعا إذا اجتاح إسرائيل ما بيجتاحك؟ طيب ما شو يعني؟ يعني هو أنت مش عم عارف يعني إنه شو عم بخبرك خبرية جديدة؟ ما أنت عارف، ما عمل معركة مع إسرائيل وانتصر على إسرائيل. أوكي، هيدي كلنا سوا وقفنا معه وقلنا له برافو اللي عملته، نحن منشكرك على اللي عملته، بس هل كمان منقول له برافو إذا بده يجتاحني؟ عم بيجتاح مكون مسيحي أساسي بتأليف البلد؟ طيب هو قوة ضاربة ودافع عن الحدود وحمل الأرض والعرض وحمل البلد، بتقول له ميرسي اورفوار وخلاص، يعني انت عملت المعركه مع اسرائيل انتصرت، اقعد على جنب. لا له حق يكون في له يد بالسياسه والقرارات السياسيه الدفاعيه، انه هو يفوت على قلب الدوله ويصير في عنده منظومه معينه تابعه للدوله وبيتصرفوا تحت لواء الدوله وتحت لواء الجيش. ما في جواب. لانه بده دائما الاستقلاليه عن الدوله. طيب اللي هلا انت اليوم من ستركتور الدولة شو بعد في عندك واقف؟ ما كل القطاعات انهارت. كان العالم تجي على لبنان تتحكم، وكانت العالم تجي على لبنان تتعمل سياحة، وكانت اليوم انت صرت باخر دولة من دول اللي بيعطوك امتيازات او بيعطوك حريات. نحن ببلد عم بيشبه الدولة البوليسية اللي بتتحكم بشعبها، بتتحكم، ممنوع الكلام، ممنوع حدا يقول لا بوجه أي مشروع سياسي ما بيمثل القوى الأساسية اللي معها سلاح. وهلا أنت كمان عم تقول لا بوجه القوى السياسية الأساسية اللي معها سلاح. أنا عم بقول ما لا، ما حنحكيك شيء. مين قال لك ما تقول لا؟ قول، ما لنا دولة بوليسية. أنا بعدني مسيحي.
بعد عندي مين طلب منك ما تكون مسيحي؟ لا 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 انا مسيحي عم بقول عندي مساحه، عندي مساحه من الحريه للتعبير. الله يساعد اللي منه مسيحي واللي هو مفروض عليه. هي كثير كثير عم تفوت بال يعني كثير عم تعملها طائفيه كثير، يعني اذا مسيحي لك حريه واذا ما يعني ما حبيبي انت ببلد طائفي. ببلد طائفي على راس وعيني، بس انه اذا مسيحي لك حق تحكي، اذا مسلم لك حق تحكي. لانه بتتذكر وقت صار يطلع قبل السحسوح وبعد السحسوح. عم بحكي عم 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 بشوف اذا بدك كل اللي كانوا مشاركين بالثوره وانت من اول المشاركين بثوره 17 تشرين، عم شوفهم كلهم اليوم عم بيطلعوا مع عرب وعم بيلتقوا بدكتور جعجع وعم بيلتقوا كمان بفكر القوات اللبنانيه، مع انه لما كنتوا ب 17 تشرين كنتوا عم تقولوا انه كلهم يعني كلهم وسمير جعجع واحد منهم. شو تغير هلا اليوم؟ انا ما طلعت. ما طلعت مع عرب؟ لا ما طلعت. بس التقيت بافكاره. قلت لك انا بحيي فكره اللي هو ما غيره حسب تغيير الظروف. بيرفكت، يعني التقيت انت وياه. التقينا على بعض الافكار مش على كل الافكار. والتقيت انا وسامي الجميل على كثير افكار. اوكي. لكن بالشارع كنت عم تقول كلهم يعني كلهم. لانه كنت مفكر انه هيدا البلد كلهم يعني كلهم يعني الطائفيه راحت. لاحظت انه من بعد سنتين ثوره وقديش الاحزاب قدرت فرقت هيدي الثوره وقديش شيطنوها لهيدي الثوره، ولاحظت انه الجيل الجديد قديش طائفي، لاحظت انه هيدا البلد ما بيزبط الا بالتقسيم وبالفيدرالية. لما كوادر التيار الوطني الحر اجوا قالوا لكم ما بقى تنزلوا على الشوارع، ما بقى تعملوا ثورات لانه ما رح توصلوا لمحل، وعم تعطلوا لنا شغلنا وعم تعطلوا البلد وعم تعملوا انهيار اقتصادي، انتم اللي عملتوه الثوره، كنتوا انتوا نازلين مبسوطين عم ترقصوا وعم تعملوا عم نرقص عم ناكلها غاز عم ترقصوا ناس عم بتروح عينيا نحن كنا عم نرقص الظهر رقص. لا مش مزبوط هيدا، اذا بدك في ناس نازلين يتسلوا، نحن كنا ناس عم ناكل غاز عم ناكل تراب من الارض. انا الدرك شحشطني على الطريق، انا ما كان همي انه انا بيتر سمعان، انا كنت بيتر سمعان الانسان منه بيتر سمعان اللي الفنان اللي بيعرفوه الناس. كنا مقهورين، التيار الوطني كان عم بيقول هيك. طيب انترك التيار الوطني الحر، قل لي شو انجازاته، شو انجازات العهد وقت فل سعد الحريري ميشيل عون قال باخر سنه من عهده رح تشوفوا سنه انجازات باخر سنه. هلا طيب مين اللي عطل له الحكومه؟ مش الثنائي اللي هو ماضي او حزب الله بالاحرى الاكثر اللي ماضي معه اتفاق مرم خايل؟ ثنائي الشيعي طيب. يعني هو امل وحزب الله. ايه بس انه اكثر هو منه ماضي مع امل، كان ماضي مع 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 حسن نصر الله السيد حسن. ما خلوهم ما حدا مخليهم يشتغلوا، لو خليتوهم يشتغلوا كان مين وصلوا. ما خليهم كلكم. ما هلا اليوم كلكم. ما هلا اليوم حزب الله ما عم بخلي عون يشتغل. خليه يطلع يقول عون انه حزب الله ما عم بخليني اشتغل، يطلع يقول شو بيمنعه؟ شو بيمنعه؟ بيقول طيب يعني بيقول يعني نسف الاتفاق. مزبوط ولا لا؟ طبعا خلي يطلع ويعلن هيدا الشيء. واذا نسف الاتفاق شو بيصير؟ خلي يرجع يجمع المسيحيه مع بعضهم ويحطوا اتفاق مسيحي تيقدروا يواجهوا. برايك يكون عمل انجاز باخر سنه من عهده؟ على القليل بيكون جمع ممكن المسيحيه. ممكن عهد الرئيس عون يرجع ينجح هالسنه؟ يعني ممكن؟ ليك ان شاء الله الرئيس عون ما يعمل نفس اللي عمله بنهاية الحكومة العسكرية اللي كان مستلمها سنة 89. شو عمل؟ فرق المسيحية عن بعض، عمل مشكلة كبيرة بالمنطقة الشرقية. إن شاء الله اليوم بآخر عهده الرئاسي يضم المسيحية مش يرجع يفرق. طيب بيتر، فاجأتني مش من زمان كتير بتويت عم تهاجم فيها بولا يعقوبيان. حتى أنت يا بولا. حتى أنت يا بولا. اول شيء قال لي شو يعني انغشيت ببولا؟ ليه هجمتها؟ يا خيي وقتها صار في تخزين قصص البنزين وطلعت الخبريه على بولا. هلا يمكن انا كانت التويت تبعيتي انفعاليه، يمكن ما تاكد سرعت. لازم اتاكد ابقى من المصدر، بس انا لانه بحبها كثير لبولا ولانه بعرفها انه قديش هي ضد الطبقه السياسيه الحاكمه الفاسده، وقتها طلعت الخبرية انه هي في عندها ديبو وحاطة فيه مدري كم طن بنزين، تضايقت وكتبت لها حتى انت يا بولا. هلا ما بعرف شو صار بالقضية، واذا طلعت التويت غلط انا بقول لك اياها من على هيدا المنبر انه راح اطلع اكتب تويت واعتذر من بولا. بعدك انت حاطط التويت ما محيتها؟ ما محيتها. ما بتمحيها؟ لانه هي قالت انه ناخذها مكب حرام يلا شو عندك؟
بتحب اللي بتكبه علي انت حرام لا انه كب حرام كبيت حرام على المرأة هيك يلا لا بس ليك انا يعني انا رجال اتكلمتي اذا اليوم انا طلعت غلطان انا مستعد اطلع واعتذر منها على العالم اعتذر لك اكيد اعتذر ليش طلع غلط اكيد طلع غلط ما هي رفعت قضية بس ما عرفنا فيها طيب ننطر القضاء من ضمن تغريداتك كمان الأخيرة طلبت من الفنانين أنه يوقفوا إصدار أعمال قلت لهم أنتوا عايشين على غير كوكب لا طلبت منهم يا جماعة وقت يكون في عندكم احتفالات وقت عم تحتفلوا بالإقامة الذهبية وقت عم تحتفلوا بإشياء العالم يعني عم تاكل بوطة من الجوع عملوا اللي بدكم إياه احتفلوا باللي بدكم اياه بس على السوشيال ميديا ما تحطوا بقى هيك شغلات لانه حرام الناس مقهوره تعبانه ما فيكم تحطوا انه عم تاكلوا برجر حق 200 او 300 الف وهيدا ما معه حق كرتونه بيض او بطاطا مسلوقه وكيلو بندوره تاكلها هو وعائلته عيب يعني الفنانين ينتبهوا على هيدي القصص ما عم بنتقدهم انه ليش عم تعملوا هيك عملوا هيك بس كونوا ديسكريت أكتر كونوا حقيقية أكتر تعاطفوا مع الوضع اللي عم بيصير يعني لازم يقعدوا ينعوا على السوشيال ميديا ما ينعوا بس ما يفرجوا الحياة اللوكجري تبعيتهم لأنه عيب إذا الفنان ما عنده إحساس وبيحس بالشعب طز عليه ومئة مرة يكون فنان طيب اللي مين صدقت من الفنانين اللي نزلوا على الشارع بالثورة ومين ما صدقت يعني مين نزل شو اوف ومين نزل عن جد نزل مين شرشط مثلك ومين نزل ليك شو انا انا بصدق طلال الجردي بدي يعلقني بمشاكل لا بسميه لك انا وبتقول لي تفضل بسميه لك بيسامحنا ما بصدق ما بتصدق ما بصدق ليه ما بصدق كان بطل عمل بطل بالثوره ما بصدق حملوه على على اوكي بس ما بصدق خلص هيك بحبه كثير كانسان بس ما بصدقه بهول الحركه ما بصدق لا ما فيك تكب هيك حرام عن جد بقدره كثير كانسان وبعرف انه في عنده بس ليه ما صدقته؟ لانه وسام لانه جاي من باك جراوند ملك الجمال والدعايات زمان منه مزين لا خليني اكمل جاي من هيدا الباك جراوند اللي فيه هيدي الايمج بحسه شوي بتضلها طاغية على كل تحركاته أوكي بس من هيدا الناحية أوفر بالصحات أوفر بالكلمات أوفر طيب بدي أبو شقرة بصدقه بتصدقه سريع دغري معه ما بتفكر بال لأنه أنا مفكر فيهم قبل بتصدقه أكيد بتصدقه لعبده لأنه هدول ناس نزلوا طبيعيين أنجو ريحان كمان بصدقه بس بحسه أنه اختفيت وقتا انخزلي نادين جيم نزلت تصورت وفلت مريم فارس ما نزلت بلا نزلت ما بصدق ما بصدق لا بصدق حبيبي اللي بده ينزل على الثورة بده ياكل تراب من الأرض بده يتشحشط على الأرض بده ينزل بده يرجع على بيته مخزق جاكيتاته من مثل من الأنابل اللي كانوا عم بيزتوه علينا يا مثلك نعمل شو بنتصور بنصور بنطلع أنا ما صورت ولا مرة إنه أنا عم باكلها أنابل ابدا وين بدك تصور عم تاكل انابل وقتها كنت انا صور كنت صور الناس اللي عم بياكلوها انا ما ولا مره حطيت حالي انه انا نازل علي والقصف عم ينزل علي او تا اخذ شفقه من الناس طيب اليوم بيتر سمعان كيف شايف البلد؟ شو شايف وضع البلد؟ وين رايحين؟ على الخراب اكثر منه خراب نعم نحن رايحين على مرحله بس عفوا في اكثر من هيك خراب أكيد. يعني في اكثر من هيك خراب نعم ونحن رايحين الله يسترنا من مرحلة أمنية كتير صعبة على البلد أوه أكيد شفت طوابير الناس بالمصارف نعم هلأ اليوم مؤخراً شفت ما نحن صرنا معودين حبيبي على الطوابير هيدي طوابير الزل أكلناها بالسوبر ماركت وأكلناها بالبنزين واليوم بالبنوكة وبكرة رح يصير على الدواء وبعد بكرة على المستشفيات ويمكن بعد شهر وشهرين على كورونا الإصابات ويمكن على شيء دموي يمكن يودينا لمحلات بتخوف يا رودولف هلا شايف صوره سوداء اكيد ليه بعدك هون لانه حبيبي انا دافع 23 سنه من عمري بمهنه التمثيل وعملت اسمي انا ما خلقت بتمي ملقعه من ذهب بدك تياني فل وبلش فروم سكراتش شو بصير بتضلك هون بتقعد بالبيت صار لك 6 سنين قاعد بالبيت
ما صار لي 6 سنين قاعد بالبيت، صار لي 3 سنين. وثلاث سنين ايه اتس اوكي. بدك ياني انه بهدل اسمي وفوت بحيلا عمل ما يناسب شخصيتي وما يناسب اسمي وتاريخي؟ لا ما بتعملها. ما راح اطلع انا مع نجم سوري ولقمه جمل تيكون هو يعمل نجم على حسابي. رح احكي بكل هول التفاصيل. اكيد رح احكي بكل هول التفاصيل. بلشت تشوب. لا ما تشوب. مانك بس غضبان على السياسيين بيتر، كمان غضبان على رجال الدين. يعني عم شوفك تكتب تويتات، يعني هلا اللي سمعك من اول حلقه لهلا بقول سلام على اسمه مسيحي و لا انا على تويتر بتهاجم. انا اول واحد هجمت الكاردينال. مبسوط بحالك؟ مش لا ما عم بقول لك مبسوط. انا وقتها بشوف غلط بحكي عنه. يعني هجمت الكنيسه شاء من شاء وقت. شو عرفك انه الكنيسه مش عم تنتبه على رعاياها ومش عم تطعم الناس؟ انا ماروني شي نهار دقت لي الكنيسه وسالتني عن وضعي. انت بيدر سمعان مانك بحاجه تدق لك كنيسه، الكنيسه بدق لك تاخذ منك. مين قال لك انه انا ماني بحاجه وما مرقت بظروف ما عندي لقمه اكل ببرادي؟ اوف. هي هلا قريبا؟ من شي سنه. مين قال لك ما مرقت فيها هيدي الظروف؟ شو يعني بدي اعرف شو يعني مرقت فيها هيدي الظروف؟ يعني ما كان معي ليره تروح على سوبر ماركت تاشتري لقمه اكل. أوف. مين وقف حدك بهالمرحلة؟ كيف تصرفت؟ شو عملت؟ أول شيء الله وقف حدي، وأكيد إخواتي وقفوا حدي. ليه عزت؟ شو ليه عزت؟ كلنا عزنا رضوان، كلنا تقهقرنا. انت بيتر سمعان، انت عندك تاريخ كبير. عزف بحترم اللي عم تقوله بيتر، واللي قطعت فيه انت كل اللبنانية ثلاث ارباعهم قطعوا فيه، بس كلنا عم نعيش بظروف مش طبيعية اكيد، بس لانه انت بيتر سمعان انا تفاجأت. يعني تخيلت انه تاريخك يكون مخليك مجمع مبالغ كبيره ومؤسس حالك بشكل مضبوط. كنا مؤسسين حالنا، بس للاسف اللي صار بالبلد ما ترك لك مجال. لعبوا فيك بفجأة، واللي كنت ضابه على جنب صار ما بيسوى شيء. هيدي اذا كنت قدرت ضابط، وإذا ضابب هالثلاث سنين اللي مرقنا فيهم وهالغلا اللي صار، قد ما تكون ضابب يا رودولف ما بيعملوا لك شيء. أعطونا كلينكس لو سمحتوا لبيتر ريفا. قل لي بيتر، بهيدي الفترة تحديدا شو تعلمت؟ تعلمت درس كثير قاسي. أول شيء تعلمت إنه ثقتك بربك تقوى أكثر. وعلاقتك فيه تصير علاقة يومية على مدى الثواني والساعات. شغلة تانية علمتني انه ما بيحك جلدك الا ضفرك. قد ما تحب ناس. انخذلت من ناس بهاي الفترة تحديدا؟ انخذلت. انفست من 15 سنة بشخص عطيته لو مربى كلب انا كان بيطلع اوفى منه. وقتها صرت، لأنه أنا 13 سنة متحمل سائلته وصاخته ومشاكله، ولك أنا جوزته، أنا حملت له أولاده، أنا كنت بعرف مشاكله مع مرته مع أخواته، لك أنا وقفت حده وقتها كان موجوع عم بيعمل عملية بين الحياة والموت، فتت معه على غرفة العمليات، شفت مصارينه، لبست مثل الحكمة، شفت مصارينه برات بطنه. تخلى عني بأصعب ظروف بشهر 11 2019، لأنه قال شو بيقول لحدا مشترك بيناتنا، بيتر بآخر سنتين تعبني ما صار باله إلا بحاله. ولا ما يا حيوان، أنا 13 سنة متحملك وشركتك عملت لك إياها من محل حطيتها بمحل تاني أنت ما بتحلم فيه. عم تحكي عن شريكك اللي كان شريكك؟ أنا ما كنت شريك، أنا كنت إيمج كونسلتنت، وكنت
بتدخل بكل تفاصيل الشركه وانا اخته فوتها على الشركه وانا زدت لها معاشها. بس كلنا بتعرف انه انت شريك باحد المطاعم هيدي لانه كنت انا اكون موجود على الارض اكثر ما هو بيكون موجود. رماني بس بطلت انا لانه قد منه الايجو تبعيته عاليه وقد منه اناني رماني برات الشركه لانه انا تعبته سنتين. ما هو انا انت تعبتني 13 سنه. عم تحكي عن انطوني معلوف؟ اكيد هيدا الحقير انطوني معلوف. اوف هيك مثل خيك. ايه هيدا مثل خيي طلع حقير وبقول له شغله وحده وبكاميرتي رح اطلع انا من سنتين قتلتك بقلبي واليوم عم بدفنك رسميا. اوف كثير الناس عم بيقولوا هلا ليه بيتر سمعان بده يتبنى شخص 13 سنه؟ يعني مش انه عم نقول انه مثلا لتسي بيتر سمعان جوا صبيه وعمل لها البزنس وكبره. لا انا بدي لك شغله انه انا حمار بعدني كنت بآمن انه في شيء اسمه صداقه بالدنيا. طير الصداقات هي كمان مثل كونترا الشغل بتخلص في لها تاريخ زمني وصلاحيتها بينتهي. بدي افهم شغله، لما وقعت بهيدي الازمه وعم تقول لي ما معي ليره روح على السوبر ماركت، دقيت له قلت له انا بحاجه؟ لا اكيد ما دقيت له، دقيت لخيي. دقيت لخي اللي موجود بكندا وهو اللي واقف حد. يعني هو غدر فيك قبل هاي المرحلة؟ هو غدر فيي على حدود المرحلة. وقد منه جبان ما واجهني بعت لي ايميل. شو قال بالايميل؟ انه انا ما رح نكفي سوا وات ايفر، لانه هو ما بخاف يواجه. ليه تعبته باخر ثلاث سنين؟ شو تعبته فيه؟ اخر سنتين. ايه شو عملت؟ انه انا بطلت اعطيه هيدا الاهتمام اللي كان يشوفه قبل، اللي كان يعني بيتر موجود بكل مراحل حياته. طيب يا خيي انا رح سلم جدل انه بيتر تعب اخر سنتين. بس في برصيده 13 سنه. شو هالايجو هيدا؟ بس ليه تعبت اخر سنتين؟ يعني حتى الناس يفهموا انه شو اللي صار؟ يعني شو اللي تغير ببيتر؟ ليه تخليت عن صديقي انا ثلاث سنين؟ ما برجع سنتين. يا خيي اوقات الواحد ما بيصير مرتاح مع حاله، اوقات انت بتمرق ب ابس اند داونز كثير كبار، نحن فنانين اوقات اذا ما بتشتغل بتحس حالك حقه ينسحب. يعني اذا انا هلا بالال بي سي عم بشتغل معهم صار 10 سنين واجتني سنه يعني كونترا حبيبي. صداقه يعني هلا انت الصداقه هي كونترا. كونترا هي صداقة كونترا, كونترا. تخلص مع انتهاء صلاحية الكونترا. وجعت كثير من هيدي الشغلة بس تعلمت. ما قصدت ولا حدا من الفنانين بهي الأزمة؟ لا أبدا. ما عندك أصحاب بالوسط؟ عندي صداقات بس إلى حد ما. يا خيي الإيجو تبع الفنان، وأنا بعرف الشخص الحقيقي من الشخص الفيك. الفنانين إجمالا فيك مان. الايجو تبعيتهم ما بتسمح لهم انه يعطوك من قلبه او يطلبه يعني انت الايجو اللي عندك ما سمح لك تطلب؟ لا انا احترامي لحالي ولاني بعرف هدول الاشخاص انه اكيد ما بطلب. ما بطلب، بس انه اكيد خيي في صله الدم بيني وبينه. خي غير ايه بسمح لحالي. اليوم احوالك كيف؟ كتر خير الله منيح الحمد لله. كيف تزبط امورك في الحمد لله انه اشتغلت شوي ويعني بعمل عم كتبت ورح نبلش تصوير وكتر خير الله اكثر ما بستحق. بعد شوي رح احكي معك بالفن. جاهز له؟ جاهز. عبر صوت بيروت انترناشونال بيروت سيتي على فيسبوك وطبعا عبر ال بي سي اي متابعين حلقه اليوم من المجهول، وطبعا عم نتواصل نحن وكل الناس عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج المجهول. النجم بيتر سمعان، اول بارت كان في شي سؤال زعجك ضايقت؟ رحت لمحل كثير ما كان بدك تروح هيك كثير حقيقي وما تخيلت انه رح يعني بعده هالقد بيأثر فيه. تشوف هلا بالفن، بس الغريب انه اليوم المجهول
تركني على ريحتي، الحمد لله رب العالمين انه ما تدخل وما فات على الحلقه. بتصور لانه شاف كثير يعني البارتي السياسيه كثير قويه، بيروح ما في يعني بيروح بيناتنا يعني 100%. خيفان يا استاذ شرف. شو خيفان ايه؟ عم برجف والله صراحه، يعني من كتر الخوف صار بدي رقوة. ليه ما شفناك بأول عم بتفرج قاعد عم بحضر مثلي مثل هالمشاهدين المعطرين صراحة. يعني شو بدي اقول لك مستر سمعان، انا ممثل يا زلمة، انا معك بالوسط، انا زميلك بك بقفل ظهر التمثيل، بعرف بك الدمعة اللي كريتها توقيتها مظبوط. وينهم المنتجين يا جماعة يستغلوا هالموهبة العظيمة؟ عجبتك يا استاذ سمعان؟ لبس لي براند ما بدي سميها وطالع تقول لي مرقت بازمه وتبكي قدامي. كرمال هيك هلا كنتوا قبل عم تسالوا عن انا عم بتفرج عليك ناطر لتخلص المسرحيه. خلص الشو؟ ايه ابدا، بالعكس كان حقيقي كثير. استاذ ما في مسرحيه الا من عندك استاذنا. اسمح لي اقول اللي عندي. تفضل. في كثير قصص قايله بالبارت الاول، ما راح اقعد شارعه هلا لانه كل الثوار طلعوا اصلا بالاخر مش ثوار، بس مش مشكله. اللي جاي يقول له اياه بس، وين صرفت بصرياتك؟ وين راحوا المصاري؟ مش بطولات كانت على قفا مين يشيل؟ ما كنت تتكنس عن الشاشه. وين راحوا هالمصاري؟ كتر خير الله، وين بدي دق على الخشب؟ عم ندق. مندق مش جاي احسدك حبيبي، عملت انفستمنت، اشتريت بيت. عند مين صرفتهم وليش صرفتهم؟ لا لا، اشتريت بيت وكتر خير الله وعملته مثل ما بدي. واقل شيء الواحد انه يشتري بيت ويكون عنده اساسات بهيدا البلد. اكيد. وجاي على الزعيم هلا تقول انه هو اللي فقرك. انا يمكن اخطائك اللي فقرتك. لا، كلنا عنا اخطاء حبيبي. اكيد حبيبي، مش جاي احسدك. كلنا بنتعلم من اغلاطنا. المهم الواحد ما يضل لاقط الشغله وينعي وراها. كلنا بنتعلم كل الاحوال. كلنا بنتعلم. رجع لك رجع لك رجع لك. سيو. بس حبيت هيك لانه ذكرتوني امره. سيو ليتر حبيبي. يلا باي. بيتر سمعان مثل ما كان عم بقول المجهول انه بيتر سمعان على الشاشات اللبنانيه على ال بي سي بعتقد كان عندك 8 9 10 12 مسلسل بطوله 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 بطوله. مصريات هول المسلسلات انصرفوا بس على بيت؟ ليك بصراحة أنه دفعت حق بيت غالي وعملت له الانتيريور غالي، والحمد لله وجبت سيارة وكنت عايش لايف ستايل كتير كتير مرتاحة. كنت بسافر بالسنة. حبيبي بدي لك شغلة، نحن بلبنان لمن سنتين تفقرنا. يعني من 2019 مش بأولها، إيفن بآخر 3 أشهر فقرنا. بس نحن وقت الواحد بيكون عم بيشتغل شغلتين ثلاثة. مصرياتك بالبنك كانوا باللبناني؟ لا، بالدولار. 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 إنه كنت بسافر بالسنة مرتين ثلاثة، يعني كنت عايش حياة مرتاحة. كتر خير الله، الله عطاني هيدي النعمة. بس ما حدا كان عارف نحن وين مغصبين. رح نوصل لهون، رح نوصل لهون. طيب بيتر، إذا ما نحكي شوي بالفن، منشوف إنه 3 سنين صار لك غايب، صح؟ صلح لي إذا عم بحكي غلط. صح. آخر دور كان لك بأمير الليل؟ لا، من بعده عملت 10 حلقات و7 حلقات مع مروان حداد، ومن وراها عملت تيوزداي 12 بالإمارات بأبو ظبي. أوكي، هو من 3 سنين، هيدا الغياب كله، أنت بإرادتك؟ لا، تيوزداي 12 من سنة. من سنة؟ من سنة. طيب. إذا بيعتبر غياب يعني إنه ما شفناهم يعني. صح. بالأعمال المحلية ما عم شوفك، بالفن عرب ما عم شوفك، ما بفهم إنه حدا كان ياخذ كل هالبطولات فجأة يختفي، يعني فجأة اختفاء تام وكأنه في فيتو على الاسم. ليك بدي لك شغلة، بالوسط الفني هيدا وسخ فن. أوف. إيه. يعني اوعك تفكر انه في حدا بيجيبك الا اذا في عنده مصلحه معك. شو المصلحه يعني؟ يعني كل منتج بيجيب ممثل لانه مصلحه من اسمك، الدور بيلبق لك، علاقات شخصيه. أكيد. طبعا اكيد علاقات أكيد. شخصيه. شو يعني علاقات شخصيه؟ علاقات. شو العلاقات؟ بي ار بي ار بي ار بي ار. مش عم بحكي، ما عم روح على يمكن فهمتني غلط. لا، البي ار. أنا في عندي شغلة. أنت مقصر بالبي آر؟ لا، أنا مقصر بالبي آر.
وعندي شغلة بستحي، مش قضية إنه تكبر ولا شيء، بستحي إنه أقول لهم مرحبا كيفكن، أنا بيتر سمعان بدي أتعرف عليكم. هلأ ليتلي عم تتحلحل شوي، مع إنه إذا بدك قبل ما أي ممثل اشتغل مع إيجل يعني جمال وماجي، أنا صحبي أنا وجمال وماجي قبل ما يبلش جمال يعمل إنتاجات فنية لك من أي أيام. ليه ما رجع جيبك؟ ليه ما طلبك جمال؟ هلا بنسأله على الهواء، خليه يعطينا الجواب. ما بسأله قل له أستاذ جمال، ليه بعد ما دقيت لي وأنت بتعرف أنه أنا وياك أصحاب، وأنت بتعرف أنه قديش في معزة بيني وبينك، وقديش أنت بعرف أنه قديش عندك تقدير لإلي. كل الناس اشتغلوا معك إلا بيتر سمعان. ماجي أنت بتعرفي أنه أنا قديش وقفت معك بمراحل، أنت ما بدنا نحكيها على الهواء. ما خلص ماجي، وينك؟ ما خلص ماجي جمال. طيب بس ما خلص ماجي، ماجي ما خلص مارت المنتج، خلص يبو ممثل مثل مثلك. وإذا بس خي في كامستري بين الشخصين، في أوقات الواحد بتضويله على شغلة. أنا انتبه ما عم بنتقده لجمال، بس عم بقول له إنه بيتر سمعان اللي عزمته لعندك على الجنوب، اللي ما طالع لعندك حدا على الجنوب من الممثلين، واللي قاعد على طاولة أكلك، ما فيك تنسيه بالشغل الدراما. حلو. طيب جمال سنان عراسي، صادق صباح ليه؟ ليك بعدني ما تعرفت عليه شخصيا لصادق، بس ليه ما طلب؟ شو خلص مش ضروري يكون تعرفه شخصيا، يعني مش ضروري يكون في محبة ومعزة. بتصور لأنه بيعرفوا كمان تاريخ الشخص، بيصير في دراسة هل رح يقبل بهيدا الدور أو ما رح يقبل بهيدا الدور. أنا من الأشخاص بما أنه كان عندي اكتفاء مادي مخليني ارتاح، ما كنت أقبل بحيالله دور. يعني عم تردني للأول، بس قلت لي ما رح إجي أنا سمع جمل أو كلمتين لممثل بطل سوري. أكيد ما رح، أنا بعترف بنجومية الأبطال السوريين وشابو للي عملوه. وهو حافظ الأسد من زمان، وأنا مثلت مسلسلين بسوريا. سياسة الإنتاج اللي عملها يومتها حافظ الأسد مع شركة الشام للإنتاج، مع الممثل أيمن زيدان، وعطوا الخليج مسلسلات تاريخية من سوريا ببلاش على شاشات الام بي سي وكذا شاشة، فوتوا اللغة الشامية على قلب الخليج، وهيدي السياسة خلت. شو خاص هلا هاي السياسة؟ لا عم بقول لك، عم بحكي عن هلا بالإنتاج. عم بقول لك إنه السوريين نعمل لهم الدولة عملت لهم سياسة إنتاجية تقدروا وصلوا للمنطقة العربية وتشز روعة. أوكي. أنا اليوم ما رح أقبل إجي ألعب دور عندي. وقت طلعت على سوريا واشتغلت هول مسلسلين، كنت أول ناس لبنانية بيروحوا على سوريا واشتغلوا مسلسلين كتير مهمين، وفدت مع السوريين. ردني على الموضوع لو سمحت. رح ردك. وفدت على الدول العربية مع الممثلين السوريين. اليوم أنا ما رح إجي كب تاريخ اللي عملته بلبنان تسلم ممثل سوري وما يكون في عندي سياق بالقصة ودور من أول. بس أنا عم شوف كثير ممثلين عم بيلعبوا مع نجوم سوريين عم بيلعبوا دور تاني، بس عم بيكونوا ممحيين، وفي أدوار كمان مهمة مثل باسم مغنية عم بيلعب أدوار، عم بيعطوا بطولة مع نجم سوري. صح، لأنه باسم تبنته شركة إيجل والله يوفقه صحتين على قلبه. بس عم نحكي اليوم باسم برات إيجل ما رح ياخد الحقوق اللي عم ياخدها بإيجل. عمل سر بطولته. أوكي. بس ما أخذ سر هيدا الإمباكت اللي عم تاخده شركة إيجل بالمسلسلات اللي عم تعطيها لباسم. أوكي، أعطيني مثل من نجوم لبنان ما بتقبل تكون محله، اللي عم يعمل هالغلطة وما بقى يكون محلك. هلا رح اقول لك شغله، بس بدي اربطها بشغله ثانيه. توني عيسى شو عم بيعمل؟ عم بيغلط. بشو؟ عم بياخد حيالله دور، شو ما كان الدور مش فرقانه معه مساحته ولا شو هو. ليه عم بيعمل هيك؟ بده يطلع مصاري وبده يعيش. طيب حقه. بس أنا ما بعمل اللي عم بيعمل. أعطيني مثلا وين غلط؟ قل له هون أنت غلطت. بالمسلسل اللي سالون زهرة. سالون زهرة. كان شبه غائب. ما عنده حضور، ما عنده شخصية. طيب معه نجم كبير مثل معتصم النهار. معتصم هلأ، معتصم مع تقديري لإله، بس مسيرته لتوني عيسى والسنوات هي أكثر من معتصم.
بس نجومية معتصم أكبر من لأنه أكثر من بيتر سمعان بلس طون عيسى لأنه سوقوا له لمعتصم النهار بغض النظر ليه في في فاكت هيدا 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 شيء موجود يعني فاكت حقيقي أنا معك بس تم التسويق لمعتصم بس الإكسبيرينس تبع طوني عيسى بتضاهي الإكسبيرينس أطول أكيد أكيد قبله لأنه طيب كيف حتى لو هو بحاجة لمصاري ينقي أكثر يقدر ياخذ مساحات ادوار يقدر يعمل فيها شيء مش يبين كانه كومبارس متكلم طيب شو بدي بتوني قلت له اسمي لك انا اسامي اللي لعبوا باعمال مشتركه كارلوس حزار ما شفته بشو لعب كذا لحكم عليه مع قصي خوله ما حضرته بصراحه ما حضرته. هو توني كانوا بصراحه ما حضرته ما حضرته ما بعرف مساحه الدور وكيف كان لو عندي جواب دغري بقول لك بحسك ما شايف شيء لكارلوس يعني صار لي فتره مش شايف له شيء لكارلوس اخر شيء شفت له ثوره الفلاحين ثوره الفلاحين 2001 وحياتك انا ما كنت بعرف بيروت لا مش 2001 وينك وين ثوره الفلاحين هلا يمكن شيء 2016 او 17 طيب 4-5 سنين يعني ايه وحياتك ما شايف له شيء لكارلوس ما بشوف طيب باسم راضي عنه راضي عن ادائه الله يوفقه عم بي مع انه وقت اخذ الميراكس بعثت له مساج ما جاوب يصطفل ما يجاوب ما بعرف باسم مع انه خلوق يعني ما جاوب اخذت المبادره وانا بعثت له مبروك ما جاوب شو في بياناتكم قبل انا بالنسبه لي ما عندي شيء ضده بالعكس من عنده شو في ما بعرف اذا في شيء وانا ما بعرف فيه قل له اليوم على الكاميرا باسم قول له السبب يعني دغري لان بعرفك انك بتعرف وحياتك ما بعرف رح اقول لك باسم انا بحبك كثير وبحترمك وبعرف انه انت ابن بيت ولسانك كثير دافي استغربت انه كيف ما رديت على المسج وانا المسج تبعولي كان كله محبه وتقدير وعم برك لك من كل قلبي ناطر منك تجاوبني على شو على السوشيال ميديا او على لا 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 برايفت مسج على المساج على التليفون لا اكيد هلا برجع لك لطوني عيسى يا طوني عيسى يا حبيب قلبي ما بحق لك انت تكون بمسلسل مع بيتر سمعان اللي اسمه ولاد البلد وتكون موجود بشركه اونلاين برودكشن وتفوت على مكتب المونتاج وكون انا عم بمنجولي مشهد تطلع بالتلفزيون وتقول هلا اكيد رح تحطوا توت بس انا رح اقول لك العباره مثل ما هي بهالتمثيل ما بيعملها مين قال لك انت هيك؟ اللي موصل لك عم بيجرب يوقع بينك وبين توني اكيد توني بيعملها قدامي ناسف عشرات الممثلين كرمال هيك بعرف تاريخه يا توني عيسى انا وقت بلشت بالتمثيل انت كنت تجي مع بيك بعدك باول طلعتك وتسالنا شو بدنا ناكل بدك تروق على وضعك مش عيب بيسألك شو بدك تاكل يعني مش عيب نجم. مش عيب بس عم بحكي بس مستحيل عم بمعرفتي لطوني بعرف انه ما عنده هول بمعرفتي لطوني وقت يمرقوا ممثلين كنت اسمع وشو يحكي عنه شو كان يحكي؟ كان ينسفهم مثل مين؟ مش رح نسمي حدا ما بدي علقه مع حدا تاني كفي العلقه معي هلا هالقد زعلان منه انا ما اصلا ما بيعني لي تزعل منه بصراحه ما بيعني لي توني بس انه احترم اعمال مركز لحالك احترم حالك وقتها نحن صار في عنا نجوميه انت اخذت دور كومبارس متكلم بغنوج بيا بدك تروق روق على حالك ما جرب تاخذ تليفون تقول له لا ولا ليش. ممكن زياد شويري اعطاه مسلسلين بطوله مطلقه المسلسلين فشلوا محرومين وخمسين الف بده يروق بس اليوم طوني عيسى اسم كبير يعني اسم كبير بس ما بيقدر يحمل مسلسل على كتفيته وصلت له هالمعلومة لطوني طوني بيعرف انه هيدي اول مرة بحكيها على الهواء صار لي لابد عليها 5 سنين اوف واليوم كل حدا بدي احكي عنه لانه هو اذي بمحل معين يعني اليوم كانه هلا الناس عم تفهم انه رايك الفني بطوني مرتبط بمشكل قديم لا لا أنا رأيي بتوني بكل صراحة ممثل جيد بالأدوار الثانية والثالثة رائع ما بيقدر يكون جون بروميير نقطة ما بيقدر بس هو جون بروميير ما بيقدر he is no he's not وأكبر دليل 50 ألف
والمحرومين سميه لجون بريمير. مين جون بريمير؟ إيه عادي، انت عندك مسلسلات فاشله يعني عادي، ما مش باسم عنده، يوسف عنده، بدي لك شغله بس يورجو عنده بس مسلسلات فاشله. شي رصيد هو عم يلعب دور اول جون بريمير ونجح. انا بعطيك 10 اسامي لمسلسلات. اعطيني جون بريمير، ولو يوسف جون بريمير، يورجو جون بريمير، باسم جون بريمير، حضرتي جون بريمير، عمار جون بريمير، مين بعد بدي اقول لك يعني؟ ما بعرف هلا هدول اللي وسام حنا جون بريمير. وسام حنا جون بريمير. يعني وسام جون بريمير توني جون بريمير. ما عم بقول لك توني منه ممثل جيد، بس ما بيقدر يكون جون بريمير يلعب الغرام والحب بقلب كادر واحد مودرن اب تو ديت باللوك والشكل والمنطق واللهجه والطريقه. طيب حكينا عن صادق صباح، حكيت عن جمال سنان، مروان حداد، عندك كثير يعني. مروان حداد صنع شيء اسمه بيتر سمعان. طيب خلينا نكون صريحين، انا شي مره نكرت؟ لا ما انا بسالك. طيب مروان حداد جابني بغنوج دبي. طبعا كسرت الارض، كسر الارض غنوج دبي طبعا. حكينا عن الفيلم، قعدت انا وياه قلت له مروان حداد انت اعطيتني غنوج دبي، اعطيتني هيدي الفرصه، اليوم انا ما بدي اقول لك قديش بدي اخذ عن الفيلم، بتحط الرقم اللي بدك اياه، بكون انا عملت معك خدمه مقابل خدمه، ومن وراها منبلش. انا صار اسمي بيتر سمعان وانت اسمك مروان حداد. قدر كثير هيدي الخطوه ومشينا. حلو. وعملنا كثير نجاحات. حلو. عملنا ادهم بيك طبعا، عملنا اتفاق انا وياه، وهو المخرج كان مصر انه بيتر سمعان يكون، مع انه مساحه الدور انا ما عنيت لي، وانا بالاول رفضت. اجتمع معي مروان ادهم بيك بطوله يوسف الخالد. يوسف اوكي. بس وحده يعني، انت دور ثاني كنت انا كنت ضيف بدي اكون. بس الدور قريته ما بقدر يعني، ما بيعني لي شيء، لانه اوريدي كنت عامل باب ادريس هالنوعيه من الادوار. كسر الدنيا باب ادريس كولونيل. قلت له مروان لا ما راح اخذوا هذا الدور. قال لي لا بدي اجتمع انا وياك، واصر المخرج ولاقع معي فورمول ماديه، وقال لي ليش دخلك طارق كتب هيك، مع انه انا قلت له بالزمانات انه انا بدي بيتر سمعان لهيدي الدور. شوي رحت عن طارق قلت له انه هيك قال مروان. قال لي مروان طلب مني انه ما يكون في حدا ولا اي دور كبير الا دور يوسف. سكتت ولبت. يعني يوسف بيكون طالب هيك، لان هيدا عمل ليوسف وخالد. انا مش يوسف اللي اتصل فيي، انا مروان. بس هيدا حق يعني، حق يوسف يعني. انت اذا عندك دور بطوله لقلق بطل مطلق بمسلسل. انا ما عم بقول لك انا ما انتقدت يوسف. انا عم بنتقد مروان يقول الاشياء مثل ما هي، لانه حط الحق على طارق. رحنا عملت معه 10 حلقات وسبع حلقات، وقتها عم يجيني تشيك. ما هو ما كان رجع عمل معي اتفاق مادي، انا بالنسبه لي انه بعدنا ماشيين باتفاق ادهم بيك. وقتها عرف، وقتها انا قلت له لا انا ما بقبل هيدا التشيك، ورفضت استلم هيدا التشيك. قلت له ما بدك تعطيني اللي بستحقه نتلاقى. في عارف شو قيمه التشيك اللي رفضته؟ كان 12000 دولار. 12000 دولار اوكي. وانا كان لازم يطلع لي بحدود ال 19 او 20 ناس ايام التصوير. اوكي. لانه بقدم بيك كنت اقبض عن نهار. اوكي. اللي صار قلت له ما بدك تدفع لي حقي، باخذ حقي بالمخفر. سكرت التليفون. على ساعتين انت واحد نكره، ولي انا اللي عملتك، ولي انت واحد ما بتسوى شيء من دوني، ولي اهانات اهانات. لا ما معه حق. هو عملك حبيبي الزلمه، هو ما حدا هو بيقدر يعمل حدا. مش رضال. ما بتسوى شيء اكيد، مش ما بتسوى شيء. هو شريك مروان حداد. هو شريك باسم بيتر سمعان حبيبي، شريك. هو ايه هو اللي عمل شيء، ما كان في بيتر سمعان ولا مروان حداد. هيدي المرحله وقتها انا قبضت على فيلم غنوج دبي اللي عامل له ملايين دولارات، قبضت 5000 دولار وسكتت. لأنه ما انت ما كنت حدا يا بيتر حبيبي. ايه بس انا من ورا غنوج دبي. طيب صرت حدا ما له حق يبعث له لبيتر سمعان تهديدات او يهينه بشرفه. ايه انه انا بتشوف شو بدي اعمل فيك، انا بدي احكي المنتجين، انا بدي سوي، انت بتسوى سرمايه. عم بقول لك اهانات اهانات اهانات. أوف. خلصنا بقى. شو شدق بشرفك؟ قال لك انت منك شيء عادي.
عادي بنظرك؟ لا يعني طب هلا خليني انا بهدلك على التليفون شو بتجاوب؟ خلاف 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 انت حق يعني انت حق عليك فيه 3000% يعني لا. انت فت على مسلسل ما اتفقت معه على المبلغ هو المفروض يتفق معي مش انا هو المنتج هو صعب المصاري انت نجم واذا قلت فيتو دخيلك ما الواحد حدد فيك خيك بيك الروح اذا بدك مروان حداد ببيعك بقشرة بصلة بجيبك وقت اللي بدك وقت اللي عنده مصلحة معك وبيعمر لك قصور وبيقدر يلعنك وقتها هو منه بحاجة لإلك نقطة بمعرفتي بمروان حداد انا خلينا نقلب مروان بمعرفتي بمروان حداد بزيادة بس لا لازم لازم احكي كلمة حق زلمة خلوق وزلمة آدمي مروان حداد انتهى مع انتهاء مسلسلات مسلسل باب ادريس شوف الأعمال اللي عم بيعملها هلا كاكين ومفتوح اوف هلا حكاية مكسر الدنيا على هلا ليك بدي لك شغلة فيك تطلع على السوشيال ميديا تعمل فضيحة بتكسر الدنيا بس هل هو منيح؟ بس حكاية فضيحة؟ لا عم بقول لك انه اليوم انت تتصير انه حكايتي انه ناجح لا منه ناجح منه ناجح؟ لا اكيد لا اكيد لا كيف انتهى مروان حداد؟ يعني شو انتهى؟ لانه مروان حداد من وجهة نظرك اكيد عم ايه اكيد لانه صار بده يسترخص ويجيب اسامي ما في مصاري ما في مصاري وضع البلد الاقتصادي يا بيتر بدل ما يعمل اربع خمس مسلسلات يعمل مسلسل بالسنه منيح بدل ما تقول له كتر خيرك نحن كلنا حدك عم تشغل عيال وممثلين وكاميرامانيه واضاءه ومونتاج انا هيدا مش ستيلي بالحكي انا الزلمه جرحني واذاني واجى الوقت المناسب فرد له اياها هل مروان حداد وفى بوعده وتهديده انه طلب المنتجين انه ما تشغله بيتسمع ليك حكي كثير علي وصلني كثير اخبار بكاميرتك رساله مباشره لمروان حداد مروان حداد انا ما بنكر انه نحن عملنا نجاحات سوا وما بنكر انه انت اعطيتني فرصه بس انا رديت لك اياها بالمصاري ما دفعتك مصاري اللي عملته معي غلطه استراتيجيه بيتر سمعان ما ببيع شرفه كرمال شويه دولارات من قبل حضرتك يا استاذ بدك تنتبه على حكيك لانه الناس والشرف تبع الناس منن لعبه بين ايديك ومنن كلمه على لسانك تشلحها ساعه اللي بدك يمين وشمال ليش صار لك من الاول عم فتحت موضوع مروان عم تقول لي شرف 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 اكيد لا وين دق بشرفي شو دق ايه شو دق لك بشرفك حسيت انه لا انت نكره مهنيا شو قص الشرف هون يا حبيبي عم بدق بشخصيتك بتكوينك بكرامتك بكرامتك اوكي شو يعني مش شرفك بس الكرامه شرف خليني انا هلا بهدل لك كرامتك شو يعني وقت توقف قدام حالك بالمرايه شو رح تطلع على حالك شو رح تقول؟ رح تقول أنا شرف كبير؟ بهدلني بيتر سمعان؟ وقت تنجرح كرامتك شو يعني؟ أنا ما حدا بيجرح لي كرامتي لا مروان حداد ولا اللي أكبر من مروان حداد طيب بتقول اليوم عفى الله عما مضى أنا بحبك ومسامحك؟ أنا ما بحبه ما بسامحه أوف. لأنه غلط بكرامتي وعشرة العمر وسنين كبيتها بالزبالة؟ انسى مان قلت لك الصداقة وهي كونترا بعد الشغل ما بده يكون كونترا اليوم مروان حداد إذا له مصلحة معي رح يدق لي تليفون خلصنا اليوم مصلحته مع مين مروان حداد؟ مع كل الناس اللي بتقبض $50 أو $150 أو على اللبناني على 1005 عم يدفع للممثلين لمعلوماتك عم تنين كل الممثلين هلا عم يشتغلوا معه يعني بيبيع انطونيوس يعني جو صادر يعني جو صادر معلوماتي ما بيقبض من مروان اوف نعم بلاش نعم من وين بعيش؟ بدك تسال جو صادر عن الموضوع لا مدخل بيبيع انطونيوس بتقبض على 3900 جيسكار جوزة ل ما عندي معلومة ما عندك معلومات؟ عندك عن جو بس عن جيسكار لا عن جيسكارلا ابي نادر عندي عن معلومات عن جو عن جيسكارلا ايه عندك رح خلي الجدل معك اوكي رح مرق لك اياها بسمتك يعني. رح مرق لك بسمتك اعطتني الجواب اللي بدي اياه لا انا بسمتك انا بس لازم يفهموا طيب سنة حكيم كذا اسم وينه؟ منو؟ مجهول هلا بيجي ما تعيط له اتركني دخلك حكينا بكذا اسم كلهم عندهم مشاكل معهم ما اقول لكم كلهم غلط وانت صح
لا انا قلت لك وقايه يا حبيبي. يعني حتى سمير حبشي عندك مشكله معه. اها اوكي. حتى اكيد خليها لحظه. ما تحرق لي الاسامي. لا ما حرقلك اسامي. اوكي سمير حبشي. عن سمير حبشي. سمير حبشي الاكاديمي المهم. كذبه كبيره. كذبه كبيره حبيبي. مخرج كبير، هيدا مخرج كزبي. عامل انجازات بالدراما. كذبه كبيره، والدليل لاحظ انه كيف الدراما اللبنانيه كبته برات المنافسه. سمير حبشي وقتها بتفرض عليه شركه الانتاج انه هدول الممثلين ويكونوا مش على خاطره، بحاول يفشلهم للممثلين وبيفشل المسلسل، وحاول يعمل هيدا الشيء مع اولاد البلد، وانا كنت انزل بالسر ارجع منتج المشاهد، وهيدا اللي عمله باسود مع شركه ايجل وحرق لهم مسلسل اسود. اوف نعم. وحده شو عمل باسود؟ لانه كمان جاب الكاست مش مثل ما بده. فشل المسلسل. ضد مين عمل هيدا الشيء؟ يعني ضد نفسه؟ اكيد لانه عم بقول لك بولاد البلد عمل نفس الشيء. لا قصدي لمين باسود؟ خليهم بولاد البلد. اسود لحظه دليله. لحظه في عندك ولاد البلد اللي انا ونادين الراسي قبل ما احكي عن قبل بس عم بحكي عن اسود من الاخر للاول. اسود باسم ودليله لمين منتج؟ لصالح مين؟ يعني لمين منتج؟ لصالح المسلسل. مين؟ ليه؟ لانه ما كان بده لا باسم ولا بده دليله. مين كان بده؟ بده في ثلاث اربع اسامي بحاول دائما يلعب حواليهم. وولاد البلد كمان نفس الشيء ما بده ياني، ما بده نادين الراسي ولا بده طوني عيسى ولا بده حدا بده يجيب. مين جروب ولا سمير؟ انا ما عندي مشاكل مع الممثلين. شو بده الممثلين؟ مين جروب ولا سمير؟ يعني بحب رودني، بحب كارلوس، كان يحب كارلوس، جوال، بحب ديامون، بحب دائما يمشي بهيدول الاسماء. توليفه ممثلي مسرح. تخيل درجة وسيخته معي. أول نهار تصوير بيصور لي مشهدين ما بيشتغل عليهم، بيطلب من الإديتر يعمل له مونتاج لهدول المشهدين، بينزل بيجتمع مع زياد شويري بفرجيه نتيجة المشهدين وبيحاول يغيرني. زياد شويري بيحط إجري بالأرض وبقول له أنا ماضي كونترا مع بيتر ما فيني أفكسه، بقول له لكن أوكي منكمل المسلسل. كملوا قبل حق المسلسل وحاول يفشلوا للمسلسل، وانا كنت بالمرصاد وكنت عم برجع منتج المشهد. باي حق بتفوت على غرفه المونتاج وبتمنتج من بعد المخرج؟ وقتها بلاقي انه في مخرج عم بحاول يحرق مسلسل مكلف بلاوي ويحرق ممثلين اعطوا من قلبهم ليل نهار، بدي فوت. زياد شويري معه خبر ووافق؟ اكيد بعدك رفقه مع زياد شويري؟ اكيد معي ومرته صديقتي. الحمد لله يا رب. كتر خير الله. طيب فهمنا هو فهمنا هذا سمير ما فهمت بس انه فهمت رح اعمل حالي انه فهمت. فيليب اسمر انسان خلوق مهذب مرتب. انا ما حكيت، انا بالعكس فيليب اسمر ما عندك مشكله معه؟ لا انا عندي مشكله معه بشيء صغير. انا بدي اقول لك شغله، فيليب من اهم المخرجين بعصره. روعه الحمد لله. من اهم العيون الموجوده عند المخرجين. الحمد لله. اوكي بس انا كان لي شرف عملت معه عملين، اول عمل 8 حلقات اسمه اول مره، انا ودليدا ضرب الارض كسر الدنيا مع انه 8 حلقات مره بالجمعه، وعمل عشق النساء وكان كل شيء روعه. ما بقى جايبك؟ لا مش ما بقى جايبني، انا ما بدي يجيبني. مره اتصلت فيه وقت خلصت مسلسلي قال لي بينطر شوي، قلت له ايه بينطر لانه انا بدي اياه هو كان يعمل الاخراج، واذ بطل يرد على تليفوناتي. بس هيدا المأخذ الوحيد انه انا ما بدي منك شيء. لا بدي بلكي مشغول بلكي مش قادر عادي. بعثت له كذا مسج اتليست بيقدر يجاوب. بلكي ما بده يشتغل معك مستحي منك. بس بجاوب شخصيا يعني مرحبا كيفك هلا مشغول بحكيك بفهم. بس هيدا المأخذ الوحيد. بس ما في غير مشكلة انت وياه. اما الليفل الفني تبعه شابو. حلو الحمد لله في حدا راضيين عنه. شفوا في حدا الحمد لله. لا انا بقول لك الفاكتس مان. انا زلمه بيحكي اللي معه واللي عليه.
اوكي بنجي لرولا حمادي. اه بدي احكي هلا فيها، انت رحت انت لحالك. طيب. شو بها رولا حمادي؟ السيدة رولا حمادي، السيدة المحترمة الممثلة البارعة. طيب. السيدة رولا حمادي المثقفة الممثلة طبعا اللي بدك اياها طبعا، قيمة فنية كبيرة من لبنان. صح فنيا اكيد. اوكي بيرفكت الحمد لله، ما بختلف معه. وانا بمسلسلي في دور لها حتى ايفن لو انا وياها على مشاكل. حتى ايفن لو هي ما وافقت. اي دونت جيف ا شيت صار. اوكي في حدا تاني بيركب. اوكي بس يا خيي وقتها بتفوت عليهم هدول الجماعه وبتعرف معدنهم تتفاجئ. ليه شو بهالوا لها؟ يا خيي مره مجتمعين نحن بلجنه بياف بيقولوا مين بدكم تكرموا السنه؟ بيقوم ابن منصور اسامه بيقول السنه بنكرم بيتر، وكل الفريق عن اي دور؟ لا ما بياف ما بيكرم عن دور. بيكرم عن مسيره. اوكي عن مسيره. انا بكون موجود بالاجتماع بتقوم رولا بتقول ست رولا المثقفه بيتر بما انه انت رح تتكرم السنه ما بتكون حاضر معنا بالاجتماعات. قلت له على راسي وعيني معك ما حق. قمت حملت جاكيتي وفليت. ترى انا مش عارف انه رولا حميده شو عم تحضر. شو عم تحضر؟ فليت انا من هون بيعملوا نقاش، هي بتعارض كليا انه انا اكرم، بيعملوا تصويت، بيصير في احتدام بالمواقف، بيعملوا تصويت، الكل بصوته انه انا اتكرم وهي بترفض، بتفل على بيتها بيحكيها الدكتور ميشيل بتقول له ليك اذا في 99 اذا في 100 ممثل بلبنان بدهم يتكرموا بيتر سمعان بيكون رقمه 99. اوف نعم. لا شو عندها مشكله معك؟ ما بعرف ما بعرف شو هالمشكله اللي عامل لها اياها بيتر سمعان تسمح لحالها تحكي هيك جمله. حرام الله يساعد. كرمت رجعت او لا؟ شو؟ اكيد تكرمت. كرمت غصبا عن رقبتها. اوف وبمقدمه رهيبه الدكتور ابي نادر والله يوفقه كمان حجازي كان يكتب بالسفير محمد حجازي عملوا لي مقدمه ايلوج بتاخذ العقل وهي خسرتني شو بدها؟ ما هي ما بتحب الديمقراطيه ما صوتوا. طب ما انت صوت انت رفضي قد ايه كنت دافع حق جايزه؟ بلاوي عن جد كثير. يعني اذا رولا حميد عم تقول انه ما يتكرم يعني ما يتكرم والله من ايه هي؟ هي عنصر اساسي باللجنه. اوكي ثاني شيء هي ممثله كبيره يعني هي صوت من 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 13 صوت اذا في تصويت بنعدل لها صوت بس هي ممثله كبيره بتعرف مين لازم يتكرم مين لا صوت واذا ممثله كبيره عم تجيب سيره ممثل كبير نقطه كومبير ابل تو ابل. بعد البريك 15 سؤال لبيتر سمعان. عبر صوت بيروت انترناشونال بيروت سيتي على فيسبوك وطبعا عبر ال بي سي اي متابعين حلقه اليوم من المجهول وضيفنا سوبر شو بده سوبر مشكلة سوبر حياة شيء خربنا بيتنا الليلة بيتر سمعان أهلا وسهلا فيك عن جديد. أي شيء بدك تمنجو أنا ردي منتج لك. لا ما بدي منتج ولا أي حرف ولا كلمة ولا كلمة. أوف أنا مسؤول عن كلامي 100% هالقد أكيد. طيب هاي الفقرة بيتر 15 سؤال مقسمين على ثلاثة بارت كل خمس أسئلة بنفس الخانة بنفس المحتوى تقريبا. اوكي جاهز لهم؟ في عندك أي سؤال بتقول لي ما بدك تحكي فيه ما بدك؟ ما في مشكلة أبدا أكيد. شرف 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 والله بصراحة عم راجع حساباتي. خير هاي أول مرة بتاريخ صرنا عاملين يمكن فوق ال 15 حلقة مجهول. أول مرة بكتشف إنه عندي قلب وبحس بصراحة بصراحة أنا أول مرة لما طلعت ما كنت عم بتمسخر على اللي عملته. كنت عم جرب بس هيك استفزك لشوف شو بيطلع منك. بس
انت الضيف الوحيد اكيد وما راح ارجع عيدها لانه هلا ما راح نام كل الليل لانه عم بعطيك كومبليمون. انت الوحيد اللي قنعتني بشخصيتك. 2022 مش لبيت لك. 2022 مش لبيت لك. راجع 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 يلا. اخر كومبليمون بعطيه بحياتي. لا لانه لطيف عم بيحكي لانه حس انه ماني مزيف. هيدي شغلة كثير. اول مرة بيعطي كومبليمون لضيف. يا لطيف. يلا 15 سؤال بيتر سمعان. ريدي. ريدي؟ ريدي. بشكل سريع رح نبلش انا وياك فيهم باول خمس اسئلة. السؤال الاول بيقول ندمت على اقدامي على اكثر من محاولة انتحار، نعم او لا؟ نعم. جربت تنتحر؟ ايه من زمان بس. ليه؟ اذا بدك طايش واذا بدك بعد ما كان في مرحلة نضج بالشخصية. كان سبب. في ضياع. كان في ضياع. سبب؟ دائما صدمات عاطفية كانت. عاطفية. سؤال تاني. ندمت على تقديم برنامج على الام بي ان وفشلت فيه؟ ما اكيد ما ندمت. جربت ما زبطت، انتبهت انه هيدا منه ملعبي. تراجع. بس ليه عملتها؟ نقطة. عم بقول لك ما هي الحياة كلها تجربة. جربت. جربت. يلا سؤال بعد. ندمت على تكرار دور الكولونيل بأكثر من مسلسل أو عمل؟ لا ما ندمت لأنه حتى اللي عملته بأدهم بيك ما كان له ولا أي علاقة بالكولونيل التياري اللي كان موجود. بس كولونيل كولونيل شو خلص؟ إيه بس عملت له غير تركيبة شخصية. غير تيكيت، حتى طريقة حكيه كان بيختلف. هلا اليوم ممكن تلعب دور الشاب الجقل الحلو بكذا مسلسل. يعني ما رح تقول لي الشاب الحلو والجقل. يعني عم يتكرر. بقول لك لا، بس في كل شخصية عندها السبايسز تبعولها. تنعت. سؤال. اندمت على انتقادي لزميل أو زميلة بالحلقة أكيد. لا لا لا، كل اللي قلته بصدق لك هذا برجع. بترجع بتصدق اللي عم بقول لك إيه. حلقتك بقول لك شغلة عملت لي قلق صار لي جمعة. وكان في عندي تشويس بين إنه ما أحكي شيء وبين أطلع إنه بس قلت في شيء بقلبي لازم اخلص منه من فكري من ضميري طلعه واتصالح مع هيدي القصص واللي صار صار بمرحله ماضيه. خامس سؤال. ندمت على مشاركتي بعمل بمسلسل اي واحد؟ يعني اي مسلسل ندمت انك شاركت فيه؟ عم حاول اتذكر بصراحه. ما في يعني هي ما بينسى. يعني ما بينسى واحد بمسيرته يعني كان منه هالتوقعات. هلا هو ما كان عنده المستوى الانتاجي ولا المستوى الاخراجي المطلوب. اللي هو كمان كان كتابه ريتا بارسونا كان هو ناس الاسم بصراحه. لك لاي درجه لانه شاط. انت عم تقول هيك لانه كتابه ريتا بارسونا او لانه عمل عن جد؟ لا لا لا، العمل كان مفكفك. علاقتك بريتا كيف؟ روعه. مش مفكفكه ابدا الحمد لله. خمس أسئلة جديد. صرت بتقول الحمد لله. الحمد لله إنه عفاك منيح على حدا. سكور اسم بنصحه بالاعتزال من التمثيل. مين بتنصح إنه اعتزل؟ بتقول له اعتزل. جيسكار. مين جيسكار؟ جوز الإكس جوز. جيسكار أبي نادر. ليه؟ مش دومينو. لا عم بياخذ بطولات محلك مع مروان حداد. محلي مع مروان حداد. صحتين على قلبه هو ومروان حداد. سؤال تاني. سمي لي اسم اخذ اكبر من حجمه الحقيقي. لبناني او سوري او مصري او اردني او بدك اياه. ممثل اكثر من حجمه الحقيقي. هيدا الدلام. معتصم شوي اخذ اكثر من حجمه. معتصم النهار. اوكي. سؤال ثالث. سمي لي اسم غير موفق باخر عمل. مين؟ توني عيسى. غير توني عيسى. بديع ابو شقره. بديع ابو شقره على اي واحد من 8 ايام؟ لا ما حضرت 8 ايام، اللي قبله الخرزه زرقاء. خرزه زرقاء. وكذا عمل في شيء اللي عم بيصير انه اوقات ما عم بيكون عنده الوقت يمكن تا يتفاعل ويظبط الشخصيه اكثر. عم بيطلع كوبي بيست. نجح كثير هو كريم رزق الله. ايه صح، بس اخر شيء بتصور الثنائيه بيناتهم
انتهت مع انتهاء مسلسل مع نديم مهنا. الثنائية صارت برات ال. شو رأيك بكريم رزق الله؟ عملت حالي بنوعية أدوار عملتها. عملت حالي. بس الأكيد الأكيد إنه كارين بتعرف تكتب لحالها حجم الدور اللي بيناسبها. وقتها بتلعب برات إطار مصر. كتابتها بيصير في شيء مشكلة بالتمثيل. يعني مع كلوديا. أو غير كلوديا، غير نصوص اللي ما بتكون هي مفرمتة على قياسه. بس أنت بتعترف إنه هي حالة نجحت كسر الدنيا ولن تتكرر. لن تتكرر مع مين يعني؟ مع نحن كنا حالة بغنوجة بيا ولن تتكرر. هاي ودول الحالات لن يتكرر. أوكي إذا هيك بدك تاخدها. طيب. سؤال رابع. سكول اسم تنصحه باعتزال الغناء. اعتزال الغناء وديع الشيخ. مكسر الدنيا. سوري. كسر الأرض. وانت بالتيك توك عم تعمل على غنيته. Whatever. ما انت بالتيك توك عم تكسر كل الدنيا. ما انت بالتيك توك عم تغني غنيته. ما عنده الكريتيريا حبيبي، ما عنده الاوتي تبع المغني. معليش مش جوري يكون في عنده خمسة ستة بادي جارد ويمشوا معه رينج اوفر. الناس بتحبه. Whatever. اليوم حط لها للناس حيلا شيء بهرج ممكن تحبه. هل رأي الناس هو صائب بالفن؟ نحن بدرجة انحطاط. يلا سؤال خامس. اسم تنصحه باعتزال. جبران باسيل. حطه براسك، حطه براسك. أهم رجل بالسياسة اللبنانية اليوم جبران باسيل. أهم رجل بالسياسة اللبنانية. أكثر واحد أفعى بالسياسة اللبنانية هو جبران باسيل. أنا مش مسؤول عن كلامك أكيد. خمس أسئلة تانيين بدي اياهم يخلصوا. الأسئلة عم فوتنا بالحياة. صارت أو ما صارت ضربت زميل أو تلسنت معه على موقع التصوير؟ ضربت. صارت. ضربت لسان. انا بعرف لسان. ضربت ما بعرف اذا وصلت لضرب. هلا ليك دائما بحجم الاشخاص وقت يتخطوا حدودهم. بس ماني ذاكر بالضبط. لا هو ليك من ورا ما كان في مشكل انا ويوسف واجى على موقع التصوير. تجاهلني. تجاهلته. ذاتس ات. بس هيك. هي بس انه ما ضربته. ما ضربه. لا 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 حتى ما بقى ما اطلعت فيه يعني. بس انه عم بقول لك ان اتيتيود ولاديه ان كان من قبلي او من قبله. وانا اللي اخذت المبادره وحكيته وتصالحنا. ان شاء الله دائما بتضلكم رفقه. ان شاء الله المهم إن شاء الله. انك تلاقي يوسف بدكم تبقوا رفقه. يلا سؤال ثاني. صارت او ما صارت رفض ممثل الوقوف امامك بدور؟ لا ما صارت. ما صارت. من بعد الحلقه. طيب سؤال ثالث. صارت او ما صارت حاول ممثل تحجيم دوري بعمل شاركناه سوا؟ هلا ما بعرف اذا مثل ما انت قلت لي انه ممكن يكون يوسف له علاقه بادهم بيك لتحجيم الدور. لا مش له علاقه بتحجيم الدور بس يوسف هيدي بطوله مطلقه. بتكون البطوله يعني بالكونترا مع مروان. ان شاء الله تجيب بيتر سمعان. ان شاء الله تجيب الباتشينو. ما عم بقول لك انه انا بالنسبه لي ما بعرف. ما عندي المعطيات تقدر اقول انه هو كرمال هيك. ما بعرف. اوكي سؤال رابع. بعدنا عم بقول لك خليك اصحاب انت ويوسف. انا صاحبي انا ويوسف بالعكس. صارت او ما صارت عملت بلوك لزميل او زميله كم مره؟ عملت بلوك اكيد لممثله اللي هي سهى كانو. لانه في شيء بيتخطى المعقول. في شيء بيتخطى شبه سهى. شو ليه هي سهى ما عملت معي؟ شو بيتخطى المعقول يعني؟ هي مره عملت حدا طيب كثير وحدا شو بدي بركب لها الجوانح؟ لا لا شو بدي بالانتماء السياسي؟ لا لا شو ما بدي السياسي. ما عم بدي اياها سياسي. عملت معي بوسه ب عصر الحريم. كانت فرنش كيس. ويا لطيف كانت البوسه بهداك الوقت. كان بوسه كثير لها تاثيرها على المجتمع اللبناني. صارت تطلع وتقول انه يي عم بيحطوا لي البوسه انا بنت محافظه وانا مره وكذا. حل عني. عملت لها بلوك وروح احكي يا بنت المحافظه. بس بعمل اوقات لاعلاميين بعمل لهم بلوك لانه التطرف تبعهم بالسياسه ما بقدر اتحمل. انت كرمال التطرف السياسي مش كرمال بنت المحافظه. لا هي لا على كلمه المحافظه علي. عم تقولي لهم عن محافظه وانت حطيت لسانك بتمي. اخر سؤال.
اخر سؤال فوتنا الحيط مع الكل. صارت او ما صارت فكرت باعتزال التمثيل؟ لا اكيد، لانه هيدي مهنه فيها باشن بالنسبه لي، فيها شغف، فيها باشن فروت. قوم وما بعد عندي كثير قصص بدي اعملها. الحكم الله يرضى عنك، تفضل. بعد عندي كثير اشياء بدي اعملها. تفضل، الله يستر. عبر صوت بيروت انترناشونال بيروت سيتي على فيسبوك، وطبعا عبر ال بي سي اي متابعين حلقه اليوم من المجهول مع النجم بيتر سمعان. بدي احيي جرأتك، وبدي اقول لك بيتر انه فعلا مبين انه عم تحكي من حرقه قلب، عم تحكي من وجع ومن تجربه شخصيه صارت معك. ان شاء الله نظمك بريشنا اخر فقره. فقره الحكم قدامك على الايباد، في اربع احكام اللي هن بريء، سجن مع اشغال شاقه، اعدام ولا تعليق، اللي ما رح تستعملها اكيد ولا مره. جاهز للشخصيات؟ جاهز. اوكي، الشخصيه الاولى او الصوره الاولى، امين عام حزب الله حسن نصر الله. قدرت. شو الحكم؟ سجن مع اشغال شاقه لنفس السبب اللي حكينا فيه بالخلال الحلقة، أنه السيد حسن قبل 2006 هو بطل، بعد 2006 وقتها غرق بالوحول اللبنانية وبلش يستعمل سلاحه بالداخل اللبناني، ما له حق ياخدني محل ما هو بده ياخدني. لشو تحول؟ لشو؟ كان بطل، شو صار؟ لميليشيا، لقائد ميليشيا. طيب، الوزير علي حسن خليل اللي هو هلا مطلوب من قبل القاضي بيطار، مطلوب للتحقيق بانفجار 4 اب، سجن مع اشغال شقه. ما بعرف ليش، يعني في فوق راسه ريشه او ريش، انه ليه ما بينزل على القضاء وبيدلي بإفادته؟ اذا ما عليه شيء بفل، واذا عليه شيء بيضل. وليش بدنا نقرا بالاخبار انه صار في عنده حراسه من شباب من حزب امل ومتدربين واتسيتر؟ من وين بده يكون عنده، يعني من غير حاجة؟ ما هو من مش نايب، ياخذ من امن الدوله. ليه بده ياخذ من حزب ثاني مسلح؟ يعني ليك، اذا هو تابع لرئيس مجلس النواب، ما مجلس النواب رئيس مجلس النواب، يعني هو لازم يكون منزه، هو السلطة الثانية بالبلد، ينزلوا رئيس بري ويدلي بإفادته. لو حطيت لك صورة الرئيس بري شو بتحكم؟ ما حطيت لي اياها لوقت. حطوا لي غير صورة، حطوا لي صورة الرئيس بري. رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، شو رح تحكم؟ هات لنشوف. كمان سجن مع اشغال شاقة. تاكسي؟ ليه؟ قلت لي مجلس النواب منزه. 23 سنة رئيس مجلس النواب. بيعطل مجلس النواب ساعة اللي بده، بيفتح مجلس النواب ساعة اللي بده، بيعمل تصويت بعدد الأصابع، بيعدهم قد ما بده، وبيقدر يعطل كمان المجلس الدستوري ساعة اللي بده. ما هو رئيس مجلس النواب، هي شغلته. لا بس بيعطل المجلس الدستوري. بيعمل بده إياه. يعني لكان هو وان مان شو. هي از وان مان شو. لكن سوري، يعني شو يعني الجمهوريه؟ يعني نحن صرنا مش بجمهوريه، صرنا ب عم مارس ضغوطات بالسياسه، بالسياسه دكتاتوريه. ضغوطات دكتاتوريه. ضغوطات دكتاتوريه، مع انه هو زلمه الامريكان وزلمه الفرنسويه. حركه امل ميليشيا او حزب؟ لا، اذا حزب الله ميليشيا، حركه امل شو؟ القسم العسكري ميليشيا. ميليشيا اكيد. طيب، صوره جديده، المخرج شربي الخليل رح يستعملها هلا. لا تعليق، انا بقول اوف. لا شو عامل لك شربي الخليل، يعني اعدام؟ لا انا ما عامل لي شيء لإلي، انا انتبه الاحكام تبعولي، مش عم بحكي انه كبيتر سمعان علي.
بس كمين بعرف... تحكي ك لا سمير يعني... جعفر لا 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 مش كبيتر يعني مش بس الفعل علي بالحكم وقت انت بدك تحكم بحكم بدك تاخذ الحيثيات كلها سوا. ليش حطيت اعدام؟ شو حيثياته؟ لانه نزل لمستويات شخصانيه ونزل لمستويات صار يدق بالممثلات وبالفنانين وبالممثلين ويتهمهم اللي في مسلي تحت باطه بتنعرف. ما هو عيب انت يا شربي الخريج معهد فنون كيف تسمح لحالك انك تفوت بالاشياء. خليت تقول له انت يا استاذ شربي الاول شيء اول شيء خلينا نكون ليش يا مخرج استاذ هو اذا انا وياه عنده نفس الشهاده اللي عندي اياها وي ار ايكوال ابل تو ابل. شربي لازم ينتبه والانتماء الأعمى خسروا بكثير محلات. صورة جديدة ما راح استعرج اقول اسمه يعني بتعرف شو ما بعرف ليه حاطين ورجعته بالصور ما اكزاكتلي يعني صار حكم مطلوب حكم خلص بينضم للبقوة سجن سجن ما عاش غير شيء حكينا عنه كثير اوريدي حكينا خلص اوريدي حكينا اوكي صورة قائد الجيش العماد جوزيف عون فرار ما رح انكر التويت اللي انا توجهت فيها شي مرتين لقائد الجيش وقلت له انت خشبت الخلص طول عمره انتفاضة ايه وطلع على بعبدا وانتفض عليه ونشير رئيس عمول انقلاب واستلم انت الحكم لانه حتى نخلص من جهنم اللي اوريدي صرنا ابعد منه وبرجع بقول هيدي البدلة العسكرية هي خلاص البلد بس لازم يتحرك مش من زمان طرح اسمه لسدة الرئاسة رئاسة صح. الجمهورية صح بتشجع هيدا الطرح؟ اكيد بشجع بس على امل انه ياخذ بعين الاعتبار انه لانه صار واصل كذا اكثر من قائد جيش لصدت الرئاسه وكانه البدله العسكريه ينسوها وينسوا شرف التضحيه والوفاء. اخر صوره بحلقه اليوم بيتر سمعان بنشوفها سوا. خيك الراحل جورج خليل سمعان طبعا ما بحطه تحكم عليه رساله منك له طلع فيه واحكي معه خسرته مش من زمان الله يرحمه وتكون نفسه بالجنة شو بتقول له؟ بقول له أوقات ضيعنا الواحد بيضيع من عمره سنين كتير بسبب هيك كبر شخصية أو الواحد يكبر راسه على التاني دعان هالوقت يا خيي اللي ضيعناه نحن ما عم نحكي مع بعض وكتر خير الله انه كنت حدك باخر ايامك وصار في بيناتنا علاقه روحيه بتاخذ العقل وانا بعرف انه مطرح ما انت كثير مرتاح وبحبك بيتر سمعان شكر كثير كبير لك ثانك يو لهيدي الحلقه بتاخذ العقل على امل انك تتحمل مسؤوليه كل كلامك نحن ما خصنا بشيء انت قلته اوكي جسمي ثانك يو